بتسأل عن الفرق بين الفتنة والنميمة، احنا في السودان بيقول لك ما تكون فتان. هاي فتان هي هاي. نفس المعنى يمكن. نعم. في فتنة، الفتنة في القرآن عندها 23 معنى يا شيخنا. نعم. هاي الفتنة بتجي معاني كثيرة، لكن الفتنة اللي بتقصدها كلامنا الدارجي. نعم. يعني يفتن بين الناس. اللي هي النميمة. اللي هي النغل الكلام على وجهك. كنت قايل. نعم. في الأول تقول الغيبة والنميمة. النميمة لما تنقل كلام بخص الزول. نعم. يعني أنا أجي أقول لك يا 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 يا, يا, يا شيخ سامي فلان بيعمل كده وكده وكده وكده. دي غيبة. لكن لما اجي اقول لك فلان قال عنك كده وكده وكده. نعم. وفلان عمل لك انت كده وكده، دي تبقى نميمه. يعني لما ننقل الحاجه. نعم. ودي اشد طبعا يا اخي، ده قتات ما بيدخل الجنه والعياذ بالله، لا يدخل الجنه قتات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هو الذي ينقل الكلام على وجه. أيوة. الافساد يعني. ايوه بعدين. نعم. اما احدهما كان يمشي بالنميمه بين الناس ان هذين يعذبان، وما يعذبان في كبير. نعم. بلا كبير. في كبير في تقدير الناس يعني. ايوه يعني الناس شايفين عادي جدا. نعم. يا اخي اقول لك فلان جاي قال عني كده 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 كده، وانا احلف لك اقسم بالمصحف، احلف على المصحف و والكلام ده انا اقوله قدامه، واقوله قدامه ما خايف منه. انت خاف من الله ما تخاف منه. نعم. يلا عند الناس دي عاديه، تقول لا 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 والله الزول ده ما قاعد يكذب، فعلا قال فوقي كده. نعم. لكن عند الله كبيره، دي معنى. المعنى الثاني ما بيكلفه كبير لو مسك لسانه. يعني حقيقه مشكله شنو يعني كان سكت وما نقل الغيبه النميمه بين الناس. نعم.